أعلنت الرياض إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023، وإن الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية، وأن البرنامج يتضمن تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة. مبروك السعودية، ماشية خطوات سليمة جدا وجادة جدا، وفي إرادة قوية للإصلاح والصدارة. عقبالنا يا جيراننا، بس كده.